يا مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين اللي بيتابعوني في مصر وخارج مصر في حلقة جديدة من حلقات برنامج دورتين وراجل. التحدي ما بين الراجل والست ده قديم جدا، كل واحد بيحاول يثبت للتاني قد إيه إن هو أحسن منه، سواء بقى في شغله أو في موهبته أو في الحياة عموما في صراع مستمر على مين هو الأحسن، ومهما كان محدش هيقدر يقول على نفسه إن هو وحش أو حد أو التاني هيقدر يقول إن هو أحسن منه. وقبل ما أدخل في أي صراع أحب أرحب بدرتي الأول. إزيك يا شيماء؟ أهلا أهلا يا درتي. إزيك يا محمد؟ إزيك يا رانيا؟ النهاردة هتكلم معاكو في حاجة تهم كل بيت وكل ست إلا وهي المطبخ. وفي الأول أنا أحب أرحب بضيفتي الأول الشيف معانا. إزيك يا أمل؟ أهلا بيك. عاملة إيه؟ الحمد لله. طيب، هل دلوقتي أمل عايزة بس سؤال هوضحه للأستاذ المشاهدين، من وجهة نظرك هل الزوجات والأزواج هم بيعرفوا يطبخوا ولا لأ؟ إن اللي بيعرف يطبخ، هل الزوجة الست أو طبعًا. الزوج؟ الست طبعًا. يعني أنت بتنحازي للست على كده إن جوزك ما بيعرفش يطبخ؟ لا بيطبخ طبعًا، بس أكيد لما بيكون مثلًا مسافرة مش موجودة، يعني لما بيكون محتاج إن هو يقف في المطبخ وأنا مش موجودة بس. حتى في وقت زنقة يعني. أيوه، لما يكون في زنقة يعني. ما تفرحيش قوي كده على فكرة، لأنه طبيعي جدًا أصلًا الست بتعرف تطبخ، ده دي طبيعتها. لا. لكن بقى إحنا لو دخلنا في تحدي ودخلنا في موضوع الاكل ده هنكسب وامتياز كمان. وما تنسيش حاجه مهمه جدا، اللي اشهر شيفات العالم مزبوط. رجاله ده مش بنات. انا مش معاك على فكره. مش معايا ازاي؟ مش معاك لاني فعلا الستات ست بيت ودايما هم اكتر في المطبخ. طب عموما احنا هنشوف دلوقتي ونتاكد. طبخنا ايه النهارده؟ انا عامله بطاطس بالخضار وعليها فراخ حلوه جدا وبخلطه كده رهيبه انا عاملاها على ايدي يعني. طب توكلنا على الله. انا بقى يا بنت بحب المطبخ جدا جدا جدا، يعني انت عامله صينيه بطاطس بشاميل يعني؟ تعالي اجيبك طبعا. قولي لي انت عامله ايه؟ تعالي. انا جوعت على فكره. سلطه؟ تعالوا. الاكل شكله جميل يعني. سلطه؟ كاميرا هنا؟ انت عامله لنا ايه؟ سلطه ورز وبطاطس وفراخ. بص اكلي، تعالوا سيبوا حلو. لا سيبيهم هم، انا اللي معاك، انا بحب المطبخ اصلا يعني. اوكي تمام. ده كله سلو ده ولا ده رز؟ شيماء تعالي كده بس شويه عشان الكاميرا. ادخلي جوه شويه عشان الكاميرا يا شيماء بعد اذنك. طيب انت عملتي بقى صينيه البطاطس دي ازاي؟ قولي لي عشان انا بعملها بطريقه مختلفه. لا انا بقطع البطاطس كده شرايح زجزاج زي ما انت شايفاها كده، وبقطع الجزر برده شرايح كده، واحط في على كل رصه احط مثلا ايه، رصه بطاطس، رصه بصل، رصه طماطم كده. وبعد كده بعمل بقى صوص حلو جدا بالبابريكا والكاري والكركم والزيت الزيتون، وبعد كده بتحط لهم شويه ميه صغيرين، وبعد كده ترشيهم على الصينيه، بتطلع معاكي بالشكل الجميل ده بعد ساعه في الفرن. انت عارفه اصلا ان البهارات اللي بتعمليها في الاكل هي اللي بتدي نكهه للاكل. اه طبعا. بتغير طعم الاكل من اكله لاكله يعني، ممكن اكل صيني اكل هندي، البهار نفسه اللي بتحطيه هو اللي بيغير طعم الاكل وريحه الاكل. انا معاكي، بس برضك الاكل نفس. اكيد تمام. اكيد امال طبعا. يعني ممكن تكون البهارات بتاعتك حلوه جدا بس الاكل نفسه. لا بس البهارات بتعمل فرق برضو معاكي. ايه البهارات او اي يعني اي اكله فيها بهارات بتعمل فرق معاكي؟ اه طبعا. وبصي الركي يعني التركيز كله في الخلطه اللي انت بتقدميها صح. بالظبط. بس هي دي. والاكل طبعا بيبقى اكيد نفسك انت فيه. بس انا حاسه ان الصوص بتاعك حلو جدا يعني. تعالي انا شايفه كده من بعيد. تعالي جربي. حاسه جدا. انا ما اتغديتش ومعرفتي اللي في اكل جاي اتغدى. بس لازم تيجوا تجربوا. اكيد بس في الحلقه يعني. هنجيلك نجرب. اوكي. اوكي. لو محتاجه اي مساعده يعني نقول يعني على طول. معاكي. تمام. انت كده خلصتي كل حاجه؟ تمام. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. طب ولسه مكملين وتقريبا في خناقه كبيره قوي في الاستوديو. تعالوا نشوف. انت شايف نفسك مين يا محمد؟ انا؟ اه انا اسمي محمد رجب وده كفايه لوحده. ايوه مين يعني؟ يعني مفيش بنت ما بتحبنيش. مين انت اساسا؟ مين انا؟ اسالي انت؟ روحي اعملي سيرش على جوجل واسالي عن مين محمد رجب. محمد رجب اللي عنده رصيد في البنك لو قلت هتتخضي. إيه يعني؟ عندي إيه يعني احسن عربيه، احسن موديل بغيرها كل سنه. الحاجات اللي عندي مش عند اي شاب، انا اوسم شاب في مصر. لا بصراحه مفيش بنت ما بتحبنيش. انت مين انت؟ لا لازم اتغرب. انا لازم اتغرب يا بابا. انا لازم اتغرب. طبيعي اكون مغرور ونرجسي. راجل مغرور يا محمد. طبيعي اللي عندي يخليني اتغرب. لا انت راجل مغرور. في اوسم، في اوسم مني، في احلى مني. مغرور. مغرور فعلا. اناني، نرجسي، عنيد، مغرور. دي فقرتنا الثانيه معاكم في البرنامج. واللي حصل من شويه ده كان مجرد اداء تمثيلي بس
عشان نوصل لحضراتكم نبذه ولو صغيره عن الشخصيه النرجسيه. لكن محمد طبعا في الطبيعي لا، شخص لذوذ وجمول يعني، وبيضحك اهو يا جماعه. مفيش اي حاجه بعيدا كل البعد عن النرجسيه. النرجسيه بترجع لعصر من العصور القديمه، اسطوره يونانيه اسمها نرسيس. نرسيس ده كان شخص دايما معجب بنفسه، كل اللي حواليه بيقولوا له انت جميل، انت جان، انت وسيم، فشاف نفسه قوي على الناس. وكان كل يوم يحب يشوف نفسه. العصر ده ما كانش لسه فيه مرايات. كان بيروح يشوف نفسه في سطح النهر. في يوم من الايام وهو بيبص في النهر وقع مات. يعني شده اعجابه بنفسه ادت لموته. نرجسيه يعني جنود العظمه، واحد معجب قوي بنفسه ودايما بيفخم في نفسه زي ما شفتوا من شويه محمد، انا 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 تمام؟ طبعا مغرور. اه تضخيم الانا، انانيه، اناني. ده غير كده بس، ده مش بس مغرور، ده كمان بيأذي اللي حواليه، وحتى في حبه بيأذي اللي معاه. هو شخص عنيد جدا ومغرور، ممكن يعاند حتى ويمشي عكس اتجاه قلبه عشان يثبت لنفسه ان هو صح. طب يا شماء، بما ان اللي اعرفه عنك اللي انت ليكي في موضوع الابراج وكده، البرج اللي هو خاص بالنرجسيه والانانيه ده برج ايه؟ قبل ما نتكلم عن موضوع الابراج، انت عارف اسوأ حاجه ايه ممكن تقابل البنت في حياتها؟ انها ترتبط بشريك حياه نرجسي او مغرور. دايما بيبقى شايف نفسه عليها، دايما بيبقى عايز يثبت ان هو الصح، حتى لو هو غلط بيبقى عايز يثبت ان هو الصح. طيب انا معاكي في ده. لو انت، انا بقول لكل بنت بقى، لو انت ارتبطتي بشخص نرجسي في اول العلاقه اجري، وهاتي ناس معاكي تجري بجد، مش هتستحمليه. شخص سام بيموت كل علاقه، ما بينفعش في علاقه وما بيستمرش للاخر، وفي الاخر بيأذي نفسه. بالظبط، بيأذي نفسه وبيأذي اللي حواليه. هو دايما هيفضل شايف نفسه، هيقول لك انا فلان فلانيه، تعالي معاه ازاي بقى، انت كمان تعالي الانا عليه، انا كمان فلانه فلانيه، ومش هيصدق ان هو مغرور. اقتلي بقى الانا اللي جواه وهزميه واكسري ثقته بنفسه. هو دايما بيقول لك انا وسيم، انا جميل، لا تعالي كده قولي له انت كمان تتعالي، انت تخنت شويه، شكلك ما بقاش حلو، اكسري ثقته بنفسه. ايه ده شعرك بقى عامل ازاي كده؟ هو بيتكلم بيحكي عن نفسه، قللي من استماعك ليه، يعني ما تبقيش انترستد ان انت تسمعي، امسكي مثلا موبايلك قولي له، اضحكي مثلا في حاجه مثلا كانك فاتحه على فيسبوك، هيقول لك مثلا بتضحكي على ايه، ايه ده سوري حبيبي هو انت كنت بتتكلم، هو حاسين انت مش مهتميه اصلا بكلامه كده، هيفرمل وهيرجع ورا، وهيعرف ان انت ليكي شخصيتك وكيانك انت كمان. وانت كمان احكي عن انجازاتك، مش هو بس اللي بيحكي عن انجازاته، ولما يجي يحكي عن انجازاته حاولي تحسسيني مش انت اول واحد ولا اخر واحد ولا اول نسخه مثلا ولا اخر نسخه في الكوكب اللي عملت كده، لا ده فلان الفلاني مثلا عمل كده. تمام، زي ما بيتعالى عليكي اتعالي عليه. بالظبط بالظبط. هنرجع لسؤال محمد، وهو بيقول لي موضوع الابراج، اه في ابراج كتير بتتصف بالنرجسيه، منها الابراج الترابيه مثلا، ومنها لو هنقول مثلا في الابراج الهوائيه الدلو، الدلو نرجسي جدا جدا جدا، لكن الجوزاء بعيدا كل البعد يعني عن النرجسيه. لو هنتكلم عن المائيه السرطان، السرطان نرجسي جدا، انا بتكلم عن الرجاله مش عن ال مش عن ال السرطان نرجسي. اه طب تعرفي ان انا سرطان؟ بجد؟ انا كنت اسد بس مع في تقريبا من فتره كده غيروا، يبقى اسد زي ما انت غيروا، كنت اسد. الاسد برضو من الابراج الناريه، سوري عفوا، والحمل اللي نرجسيين جدا ومغرورين. والابراج بقى الترابيه، وهو نمبر 1 في الغرور، وشايف ان هو مفيش قده. برج ايه؟ برج الجدي. اه الحمد لله. برج الجدي ماشي يقول للناس انا برج الجدي، يا ارض تهدي ما عليكي قدي. تمام؟ بس الجدي في الرجاله مش في الستات. لا في الرجاله، في الرجاله بس. اه ما هو في الرجاله. اه وبرج الثور. برج الثور برج الترابي برضو نرجسي جدا جدا. ده من الشخصيات اللي مش عارفه ليه هي بتبقى محبوبه، يعني انا مش عارفه، يعني برج الثور ده من الشخصيات المحبوبه، انا مش عارفه ليه. انت شايفه ان هو من الشخصيات المحبوبه؟ يعني لو شخصيه نرجسيه هو شخصيه محبوبه؟ لا بس هو الناس كلها هو فاكر نفسه ان هو محبوب، فاكر نفسه ان هو شايف نفسه يما هنا ويما هناك، وبيتعالى على الناس، يعني انا مش عارفه هو ليه، يعني انت كميتك ايه؟ فده برج الثور على فكره. ممكن أنا يكون كده. انا ممكن يكون، بس في حاجه بس الفت نظرك ليها، الشخصيه النرجسيه ممكن تكون بنسب، يعني بيكون بنسب يعني مثلا مش شخص كل واحد فينا جواه على فكره نرجسيه. انتوا عارفين النرجسيه دي هي الغرور والثقه بالنفس. هو في شعره صغيره ما بين النرجسيه وما بين الثقه بالنفس. الشخص اللي واثق من نفسه دايما بيبقى عارف قيمه الناس اللي حواليه. النرجسي لا ما بيهتمش بالاراء السلبيه، ما بيهتمش بالاراء السلبيه. مظبوط. تمام مظبوط. تمام، يعني يا ريت نحافظ على الشعريه دي، يعني اي حد واثق في نفسه
لازم يحافظ ان ما يوصلش للنرجسيه. والنرجسيه انا عايزه اقول لك ان احنا مش بنتولد بيها بالفطره، ده هيجو سلوك مكتسب من المجتمع. بالظبط. المجتمع هو اللي بيخليك نرجسي، لان هو اللي بيفضل يفخم فيك. لما تفخم في نفسك هو بيفضل يفخم فيك. تمام. مظبوط. انت قابلتي حد في حياتك قبل كده نرجسي يا رانيا؟ قابلت كتير حبيبتي. وبتتعاملي بقى معاهم ازاي؟ انا مش قادره اقول لك، انا يعني شايفه ان هو مغرور، شايفه ان هو حد بيتعالى باخطاء، الاخطاء اللي بتبقى فيه بيجيبها فيكي انت. فانا ده اكبر عيب انت بتقابليه في الشخص النرجسي. طب لو شريك حياتك نرجسي تعملي ايه؟ زي محمد كده لما من شويه لما طلع فيك. والله يا جماعه انا كيوت يا جماعه. والله جدا كيوت. حد يصدق؟ لا انا عن نفسي هتعامل معاه ان هو يعني هحاول ان انا اصلح فيه، احاول انا اقول له بلاش الغرور، احاول ان انا يعني بصي هي الرجاله عموما بتحب ان انت تطبطبي عليها، فاهمه؟ هحاول ان انا بس زي ما بقول، بس زي ما بقول الطبع بيغلب التطبع. يعني الموضوع ده هتاثر على شخصيه دم تالي وصعب، مش سهل. لو الشخص النرجسي تخليه مش نرجسي باسلوب دم تالي وصعب. هو استحاله طبعا انا اخليه مش نرجسي خالص يعني. بس على قد لو على قدر ما ممكن يتغير عشانك. ممكن ممكن ايوه. تفتكري هو اصلا بيحب الشخص النرجسي؟ الشخص النرجسي على فكره بيحب. لا لا بس لا لا. بيخبي مشاعره جدا. بيكابر. لا لا بيكابر. لا لا بيحب بس بيكابر. بيكابر في مكابره. وزي ما قلت لك بيمشي عكس اتجاه كتير جدا. لا ما يعني ما فيش حب، ما بي حتى الحب اللي بيبقى جواه ما بيدهوش، بيدي عكسه. او ممكن يكون لو حب او بيخليك تكره، يعني تكره الشخص ده. او ممكن يكون لو حب بنسبه 100% يتغير بجد. طيب دايما الاوقات الحلوه بتخلص وخلصت حلقتنا. بس طبعا قبل ما تخلص حلقتنا عايزين نشوف امل عملتي ايه. خلصتي تمام؟ تمام زي الفل. يلا عشان احنا جوعنا. انا جعانه. انا عايزه اكل طبعا دلوقتي بعد ما نختم. انا عايزه اكل يا امل على طول. يلا على طول. يلا انت اكل اتجنن بصراحه. اتفضل. بصي امل انا ما فطرتش من الصبح وعايزه اكل بصراحه. يلا هناكل كلنا. تمام يلا قوموا يا جماعه ندوق. ولا امل تجنى؟ اجي انا ولا تيجوا انتوا؟ لا تعالي انت يا امل. ما اكلتش بقالي 3 ايام. انا اصلا شامه الريحه جنان. بصراحة عايزين نوري الاكل. اوكي استنونا بقى في حلقة جديدة من درتين وراجل.